أنا قالت أنا بديتهن تعرف تونس تلفزيون تونية تبي صحيح أنا هيك هلق 76-78 سنة 78 ليرة بل 81 أصل ستون إيه بس من جوا شباب لك أبقي بطي طبعا هاي الشخصية بتلائم جميع الأعمار والشخصية حاج مسعود هي قريبة للقلب كونه عم يتجسد اليوم الواقع بطريقة بتحملها الدعابي الفكاهة اليوم نحن شخصية حاج مسعود طلعت من المخيمات من خلالها عم حامل رسالة مو فقط للمجتمع اللي نحن عايشين فيه رسالة عم بحملها للعالم أجمع عجبتك تشتري؟ موسى أشوف وجهه يا أشوف وجهه بجنتك فيها يا كدت شوني يا الله رب أدخلك أبا نقول حنو أنا نبع مشيري يا يا منقول يمين يا جار يمين أشو عرفني ما هو بقى تفك بالبلوك لا بلوك يا قسم بالله العظيم بجيبك بعد شوي بتمنى ما توقف شخصية حاج مسعود هوني فقط حاج مسعود ضمن المحتويات والإمكانيات البسيطة والمعدات اللي عم نصور من خلالها حلقات ومحتوى حاج مسعود أنا من خلال فترة انطلاقي في حاج مسعود كانت الفكرة صارت توسع وتتنمى أكثر من خلالها كتبت عدة مسلسلات ولكن عم نفتقر اليوم نحن للبيئة اللي ممكن نجسد من خلالها هاي المسلسلات ليك يا تشوفني هيكي يا تاخد الموضوع مو بالمظاهير هتحبه مين؟ حاج مسعود! حاج مسعود!